خلينا نتعرف على قصتنا لقصة أم نور. أم نور اللي هي تسكن بمسكنة معقوبة من ناحية العبارة، تسكن ببيت للإيجار، عندها 5 بنات. طبعا عندها ظروف جدا صعب، وهو مع إحدى بناتها، وهي بنتها بالتحديد هي نور الكبيرة. صار عندها حادث مؤسف، وهذا الحادث أنه من خلال هذا الحادث فقدت فروة رأسها، انفجرت عليها مولدة وفقدت فروة رأسها، وكذلك أحد الجبين اللي هو أما اليسار أما اليمين ما أتذكر بالضبط، وهذا شيء أيضا سبب لها بحالة من الصرع. إذن أم نور بسبب يعني وضع بنتها اتجهت للخياطة. هي صحيح قديما كانت خياطة، لكن انقطعت فترة، ولهذا السبب عادت حتى تعيل زوجها اللي هو المعيل الوحيد لهم، لكن هي حبت أنه تساعد زوجها حتى توفر مصاريف العلاج لبنتها اللي يعني تسبب لها حادث يعني وضع جدا مؤسف لها. فأم نور التقى بها حلمي بأحد الأسواق في محافظة ديالة، وبنفس الوقت أجرى الاستطلاع. فخلينا نشاهد التقرير. مرحبا أعزائي متابعي برنامج خيوط الخير. اليوم احنا كان لدينا لقاء ويا الخياطة أم نور. طبعا احنا طلعنا عن المألوف وخبرناها وقلناها احنا نريد نلتقي وياك بالسوق. في نفس السوق طبعا كان لدينا لقاء وياها حتى نغير الأجواء وتكون الأجواء أفضل، واستغلناها فرصة بأن ناخذ استطلاع ويا آراء المواطنين ويا آراء العوائل خصوص برنامجنا برنامج خيوط الخير. خلوكم ويانا أعزائي المشاهدين حتى نعرف أكثر عن خياطتنا أم نور واستطلاعنا معكم. السلام عليكم. السلام، اهلا وسهلا. شلونكم؟ الحمد لله، عيوني الله يسلمك. اليوم انتم تتبضعون ولا ايش عندكم بالسوق؟ والله جينا نفطر نشوف هالصيفيات اللي نازلات جدا، هالاقمشه الحلوه وهالشغلات السوق يعني مبدع. احنا عندنا استطلاع بخصوص برنامجنا برنامج خيوط الخير. شنو رايكم به؟ يعني انتم شايفين متابعين؟ والله بالنسبه لي برنامج مميز وحلو وكلش، يعني خاصه يعني الدافع اللي وراه بالنسبه للاستاذ سعد البزاز، يعني هالإنسان الخير الطيب اللي دا يساعد هواية عوائل بعدة اتجاهات، من ضمنهم يمكن أبرز اتجاه وأحسن اتجاه هو الخياطة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بارك بالخياطات. طيب هسه أنتوا تخيطون، يعني أنت لما تخيطين يا من الخياطة ولا تشترين ملابس جديدة؟ لا طبعا أشتري قطع وأمي تخيط لي إياهن. ماما هي وياها؟ إي تخيط لي إياهن. تخيط شيء يعني تعتمد على الخياطة يا ماما؟ إي حتى ما أختار يعني فصال حلو، هي تختار لي على ذوقها. السلام عليكم. عليكم السلام. شلون؟ سهلا الله يخليك. أول مرة أتي أمك؟ أمود. أمود طبعا اسم حلو غريب. الله يخليك شكرا. بنتك الله يخليك. بنتي ود. هي ود؟ هي ود. ياسر. سادس. سادس؟ حبيبي شاطرة أنت؟ طبعا. أكيد شاطرة. نعم مود لها 9 6 ما شاء الله. الله يخليك. أنت بالنسبة لك هم تخيطين يم الخياطات يعني يم خياط؟ والله حاليا يعني التأخير بالخياطة هو الذي يخلينا نعزف عن هذا الموضوع. التأخير بخصوص شنو يعني؟ التأخير بالاستلام يعني أي بالوقت هو الذي يخلينا يعني ما نحب هذا الشيء، ده ناخذ الحاضر. بس عموما الدشاديش دائما مطلوبة بالصيف خاصة، يعني نحتاجها أكثر من الشتاء. من الخياطة. أما الخياطات. خيطين من خياطة لا تشترين ملابس؟ لا طبعا خيطين من خياطة. أي فأشجع على هذا الشيء لأن هي فكرة حلوة وتصير أحسن من ما ناخذها حاضرة. اي فالموديل اللي اريده مثل اقول لها الخياطه هي تسوي لي. اي الحمد لله بخير. لو انتم بالسوق ايش عندكم تتسوقون لو تتبضعون ايش عندكم؟ اي والله نشتري ملابس. شنو الملابس؟ اي بلي لازم ما تخيطون يعني ما تروحون يوم خياطه. لا والله يعني الخياطات مالتنا اللي تطلع يعني تشوفوهم انتم شلون تشوفوهم يعني؟ والله خياطهم كلش حلو، والله كلش حلو يعني بسرعه يبدون يتعلمون. السلام عليكم. السلام. شلونك؟ الله وعيني هلا مرحبا. اليوم طلعتي وابنك يمكن؟ ايه الله يسلمك. لا تتسوقين لو شنو؟ اي دنا نتسوق. تتسوقون؟ ايه. تاخذين ايش؟ ناخذ له ملابس من الصيف. ملابس الصيف؟ ايه. انت يعني هم تروحين الخياطه ولا ما تروحين الخياطه؟ اي نشتري ملابس قطع نشتري. ايه. يعني تشترين اكثر شيء ما تخيطين؟ لا نخيط احسن احلى احلى. ايه احسها موديلات جديده يسوون حلوات يعني.
السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. ابو مرسل يا مرحبا يا زين. ان شاء الله اهلا وسهلا. يا مرحبا الحلم وعدنا زين زين يعني متاخر شويه يعني. الحمد لله وشكرا. الله يسلمك. هلا بيك. عزك الحمد لله بخير. الله يسلمك. يا مرحبا وبك الزياده. اهلا بكم. انتم طبعا بعد ما يعني اتفقنا بان احنا نلتقي هنا بالسوق ونغير اجواء الروتينيه اللي دائما نلتقي ويا الخياطه بالبيت، فطلعنا من هاي الاجواء قلنا نلتقي يمكن بجو عام سوق يم اقمشه. انت دائما يمكن تسوقين هنا من اي بلا سوق كل مسواق من هنا وزين مستهني يعني مع الجماعه هنا. اي شلون اسعارهم شلون تشوفين؟ لا عادي بيستهلون كلش زين اسعارهم مناسبه انه اي نفس اسعار السوق بس هنا لين جمله اخذ ويسهلوا يعني ظروف شويه همنا حالتنا. اي اي احنا نريد نحكي ام نور اول شيء على يعني برنامجنا. انت شايفه برنامجنا؟ اي شايفه طبعا. يعني كنت اتمنى اني اصير واحده من هالخياطات اربع القناه الشرقيه. اي فكنت اتمنى يعني دكتور سعد البزاز يشوف حالتي وحاله اجواء بيتي. يعني انا ما ترى ما انجبرت على الخياطه وارجع على الماكينه. تركت فتره الخياطه بس الظروف مثل ما تقول هالوضعية وعندي حالة مرضية بنتي بالثلاث حاصلة 3 سنوات وهاي الرابعة يعني حالة المادية كلش تعبت الورانة والقدامنا بعناه يعني حتى أبوها اضطر داين ومنوع ما يقدر يشتغل عنده تهشم بالفقرة الخامسة أيوة التقاعد يا دوب للديانة يلا يسد وعلاجه شهرية ما شاء الله هذا صرع ورد علاج ما صرع 650,000 فاضطريت أخيط بحيث أعين والدها. طيب يعني انت مشكله او سبب الرئيسي بالنسبه لشغلك انت كخياطه وتعينين زوجك على مود نور؟ عمود نور يعني نور هي شنو اللي مشكلتها شنو اللي طلعت الحادث مال المولد قلع فروه الراس اي فجفنها الايمن مال عينها انقلع وعدها خراج صار بالدماغ اي وعلاجها ولازم انتو عمليات متكرره لها لازم وكلها خارج القطر ما موجود نهايه بداخل القطر يعني العملية اللي والدها داين عليها تكلف 24 مليون وما قدر يعني يدبر ال 24 مليون واضطر. انت زين مكينتك شلونها يعني متجاوبه وياك والله تعبانه من هاي الفراشه مات والدتي كانت عندي ماكينه قبل بعتها عم اشتري علاج لبنتي ووالدتها عندها ماكينه فراشه انطتني اياها بحيث اعين نفسي بها. طيب زبائن يعني بالنسبه اللي تردون عليك شلون يعني؟ لا الحمد لله الحمد لله خير من الله الحمد لله والشكر. اي لا زين زبايني يعني تعينين لابو نور؟ لا الحمد لله يا عينه لا شلون انا حزام ظهره الحمد لله. ام نور احنا طبعا نريد نعرف يعني ايش كم ولد عندك ايش كم بنين؟ ما عندي بس بنات خمس بس بنات بس بنات لا ما عندي ولد. الله يخليك اياهم. لا البنات ما شاء الله عليهم يعني طبعا فشي خمس بنات عندنا وعندي هم انا اخويا راح بنتيجه الهراب الله يرحمه وهم ولد وبنيتي يعني ثلاثه هم برقبتي يعني هسه عيل ثمانيه وانا وزوجتي 10 زوجة اخويا 11 واحد انا عيلهم. بارك الله بكم هذا فشي يعني عظيم اكيد. احنا طبعا لنا زياره لكم ان شاء الله الزيارة بس احنا ما قلتينا يعني قبل ما ننهي وياك اللقاء ما قلتينا انت وين ساكنة وبيا مكان وحتى النقطة الدالة اللي نجي عليها. انا ساكنة بعقوبة عبارة قرية حد مكسر اقرب نقطة دالة مدرسة الحق للبنات. اكيد احنا راح نكون وياكم ان شاء الله لنا زيارة ثانية. نشكركم احنا على هذا اللقاء. شكرا جزيلا قناة الشرقية واهلا بكم. شكرا جزيلا. اهلا بكم قناة الشرقية. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. إذا المشاهدين تعرفنا على خياطتنا من ديالة وهي أم نور وتعرفنا على وضعها ومراسلنا حلمي أيضا قام باستطلاع مهم هو يفيد جميع خياطاتنا والخياطات البقية أكيد في عموم العراق فخلونا نستقبلها باتصال هاتفي. ألو ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا هلوي. شلون الصحة أم نور؟ إن شاء الله بخير. الله يعزك تبقينا بخير الله يسلمك. وشلون هم البنات؟ والله الحمد لله بالخير كله يسلم عليك. الحمد لله. ام نور احنا تعرفنا على وضعك وانت خياطه وعندك خبره يعني متمكنه بموضوع الخياطه واحنا ايضا بهذا اللقاء اللي اجريناه معك باحدى الاسواق في محافظه دياله انه شفنا او سمعنا النساء ليش يفضلون الخياطه وهو طبعا شيء من جانبكم واكو شيء هو
يعني من دون الجانب مالتكم، وهو انه بعض الخياطات او بعض النساء ما يحبون يخيطون بسبب تاخير تسليم الخياطه. فيعني هو هذا الموضوع اكيد راح يسبب يعني نقطه، وهذه النقطه راح يختلفون عليها بعض النساء والزبائن اللي انتم تتعاملون معاهم. فاحنا نتمنى انه من جميع الخياطات ومن ضمنهم انت انه ما تتاخرين دائما بتسليم القطع للزبائن، لانه حقهم هم هنا، مو صحيح انهم يشتاقون للقطعه اللي انت دتفصليها ودتقومين بخياطتها. فاني اريد اعرف انت شنو استفاديتي بالتحديد من هذا التقرير إذا شفتي ويانا على الهواء؟ أنا شفت يعني لازم الإنسان تكون خياطات ماهرات، نعم، وتحب شغل الخياطة أكثر شيء، نعم، يعني الفصاصة عندي النساء أكثر شيء، ما أكو تأخير بيناتنا الحمد لله والشكر، أعطيها موعد موعدها مضبوط الحمد لله. بس أحيانا إذا اضطر أنا مثل ما رجعت عندي أخرج برا البيت حالة بنتي لا يصير شيء، عن التأخيرات بسيطة، نعم، وعندي فصالات يعني تليق بالنساء، نعم، عندي اكثر شيء من سهله ويا الحوامل ويا الايتام الحمد لله والشكر، يعني ما اكلف هذاك المبلغ شيء، رمز مجرد بس اكسسوارات ناخذ من عندهم هذه مو اكثر، ومرات اللي ما عندها ما اخذ من عندها الحمد لله والشكر. طيب الحمد لله. وحبيت يعني اكون كل مره تكون اون زوجها، نعم، يعني بيتها صارعه تقدر اون رجلها ما تخلف فيه. اكيد طبعا احنا بهذا الشيء اكيد احنا ننشد على كل النساء بانه يكونون دائما معيلات لازواجهم، خصوصا الظروف الصعبه اللي يمر بها يعني البلد. واكيد المراه هي دائما يعني عنصر فعال، ودائما المراه هي تعطي والعطاء هو من دون مقابل. بس انا حبيت انه اعرف انه انت من خلال هذا الاستطلاع اللي قمنا به بمحافظه ديالى وباحدى الاسواق اللي ايضا انت كنتي متواجده بها، انه الاستطلاع يعني بعض النساء تحدثوا انه ممكن الخياط يكون احسن لانه هو يوفر لنا الفصال المناسب والالوان المناسبه اللي هو ممكن انه ما يجدوها بالملابس الجاهزه. طبعا هالنقطه سويه انه لا اللون ولا الفصال، فهذه هي نقطه ايجابيه تنحسب لك. فايضا انتم ايضا كخياطات عليكم انه انتم يعني مثلا خلينا نقول تنزلون للاسواق وتبحثون عن الموديلات الجديده، تطورون من نفسكم. فهذا شيء لازم كل الخياطات ياخذوه بعين الاعتبار، لانه الزمن اكيد هو دا يتطور. وبعض النساء ايضا وبعضهم وحده من عندهم ذكرت انه الدشاديش اللي هي الدشداش العراقيه للمراه العراقيه هي مهمه جدا خصوصا في فصل الصيف، وهي تعتمد اكثر شيء على موديل واحد بس تختلف بالتطريز. وشيء انت شنو شغلك بالتطريز؟ هل انت يعني متمكنه من ناحيه التطريز ام فقط بالخياطه والفصال؟ لا متفهمة كل الشغلات، مثل عيدي إسلامية تطريزات هي اللي تيجي الزبون عندي مو تختار يعني فصال موديل واحد، يعني كل الموديلات تختار على المجلات هسه ما شاء الله، يعني حتى ماكو مجلات قبل 20 سنة، يعني فصال عادي كان بسيط هسه لا تغيرت الشيء تطور الحمد لله. يعني انتم ماخذين التطور تطريز اكسسوارات، نعم، شيء يعني شلون الملابس الحاضرة، نعم، بس يريدون ارقى شغلهم، نعم، وحلو، نعم، الجهات تصير احلى اكيد طبعا. امنور احنا شفنا التقرير، يعني ما تطلب بالمجلات الموجوده الفصاصات تنزل بالمجلات المديرات الجديده، نعم نعم. طيب امنور احنا شفنا التقرير وتعرفنا على وضعك، ومن خلال هذا الهاتف انا اقول لك انه ان شاء الله راح تقول لنا ان زياره ثانيه لك، واكيد انت راح تنضمين ويانا مع يعني بقيه الخياطات اللي انضموا لبرنامج خيوط الخير، وان شاء الله هذه او هذا المشروع راح يبدي لك بدايه جديده، تقدرين تعيلين زوجك بالاكثر بالايام الجايه، كون انت راح تستعيدين نشاطك يعني بحجم اكبر لانه تواصلين مهنتش بالخياطة يعني تستقطبين نساء أكثر حتى يعني تمشين وضع المعيشي إليك ولبنتش. نتمنى لها أكيد كل الخير ويعني السلامة. إذن مشاهدينا تعرفنا على خياطتنا أم نور ووعدناها بزيارة ثانية، وإن شاء الله بالأيام القادمة راح نتعرف عليها بالتقرير.